مرحبا بكم معنا في هذا المباشر بالضبط من ساحة مولاي المهدي القلب النابض لمدينة تطوان، مناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. وكما كتشوفوا متابعينا أن الأعلام الوطنية طبعا كتزين ساحة مولاي المهدي بمناسبة كما قلت متابعينا ديال ذكرى المسيرة الخضراء. حنا طبعا معكم في المباشر من ساحة مولاي المهدي كما كتشوفوا متابعينا، واللي كتشوفوا أمامكم هذه الكنيسة الإسبانية طبعا والبنايات وجبل درس أمامكم متابعينا. بالضبط في هذا المرتفع تراكم الصورة الجميلة أمامكم، كذلك المقر القنصلية الإسبانية بتطوان. كما كتشوفوا حنا في ساحة مولاي المهدي، أجواء جميلة وطبعا كاين الأعلام الوطنية كما قلت متابعينا بذكرى مسيرة تطوان. إذا كما كتشوفوا متابعينا الأجواء هنا جميلة في تطوان، وطبعا كاين يعني حضور كبير للأعلام الوطنية ديال الصبيب هنا. إذا عدنا لكم من جديد متابعينا، طبعا حنا بساحة في هذا المباشر كتشوفوا هذه البنايات طبعا على اليمين ديالكم، هذا مقر راه كتبان الإعلام العلم الإسباني تاع القنصلية الإسبانية في تطوان. أمامكم كذلك القصبة مع علامة تاريخية اللي كتشوفوا متابعينا، إضافة إلى حي جبل درسة. وعلى اليسار ديالكم كما كتشوفوا أن هذه الكنيسة الإسبانية في تطوان. الأجواء طبعا هنا جو مشمش طبعا كما قلت متابعينا بحضور ديالكم في هذا المباشر معنا انه مناسبات ذكرى السنوان بير المسيره الخضراء. تشوفوا الاعلام الوطنيه طبعا تزين هذه الساحه وكل شوارع مدينه تطوان. لان كما قلت كاين امامكم القصبه ها هي، ده مثلا البنايه ديال القنصليه الاسبانيه هنا في تطوان، ثم حي جبل درسة على امتداده هو اللي كيبان امامكم متابعينا، وكذلك الكنيسة الإسبانية هنا بمدينة تطوان. وكما كتشوفوا متابعينا ان الساحة على مدار الدورة ديالها كلها مزينة بالأعلام الوطنية طبعا بمناسبة نوفمبر ذكرى المسيرة الخضراء. والتذكير ان العاهل البلاد الملك محمد السادس على الساعة 9 ليلا يكون على امواج الاذاعه الوطنيه والتلفزه الخطاب الملكي السامي متابعينا. طبعا التذكير تاع قناه شوف تي في غتكون بالمناسبه عبر المباشر من جل المدن المغربيه متابعينا من مقرات العمالات وولايات المملكه. لان كما كتشوفوا معنا متابعينا حنا في ساحه مولاي المهدي بمدينه تطوان كما كتشوفوا طبعا اعلام وطنيه مزينة الساحه مناسبات ذكرى السنوان بير كما قلت متابعينا ذكرى المسيره الخضراء. دائما نمشي معكم لزاوية أخرى متابعينا، حنا كنعطيكم هاد الصورة المنظر البانوراميك ديال ساحة مولاي المهدي القلب مدينة تطوان على مشارف شارع محمد الخامس كما كتشوفوا أمامكم. وهاد البناية طبعا اللي الإعلام الإسباني الجهة الأوروبية المقر العام ديال القنصلية الإسبانية هنا في تطوان كما كتشوفوا معنا هي ساحة مولاي المهدي. هذه الكنيسة الإسبانية طبعا الكنيسة اللي كاينة في تطوان، وإضافة طبعا كتشوفوا المعمار هنا وهذه البناية اللي أمامكم طبعا هي بثقافة إسبانية أندلسية، إضافة إلى حي جبل درسة متتبعين. عبد الإله مطور الصورة ما واضحش الصوت ولا الصورة، الصورة ما واضحش. نتمنى متابعينا اللي كيشوف يأكد لنا واش الصورة والصوت واضح. انا كتبان ليا سي عبد الاله الصوره واضحه والصوت كذلك، ولكن على العموم انتم متابعين اللي معنا في هذا المباشر نتمنى انكم تاكدوا لنا واش الصوره واضحه 100% والصوت كذلك. اذا كما قلت متابعينا حنا في هذا المباشر بساحة مولاي المهدي بقلب مدينه تطوان بمناسبه ذكرى السنوان بير ذكرى المسيره الخضراء. طبعا كتشوفوا الاعلام الوطنيه كتغطي الساحه وجل شوارع مدينة تطوان، طبعا كذلك جل المدن المغربية. هذه اللي أمامكم الكنيسة هنا في تطوان، الصورة ما واضحاش، ما عرفتش كيفاش الصورة
انا متبينا من مشكل الصوره شنو هو، واش ما واضحاش مزيان، ما صافياش، هذا هو المشكل. نتمنى الان تكون الصوره واضحه. شوفوا معنا الان متبعينا، سي جمال شوفوا معنا الان والصوره واضحه. انا كتبان لي واضحه، ما عرفتش اذا كنتم نتوما في شي بلاصه ربما الصبيب سي عبد الاله حاليا، واش الصوره واضحه والصوت، الصوت والصوره، حيت احيانا اذا كان عندكم نقص نتوما في الانترنت مثلا ممكن يكون مشكل، لان عاده هذه نفس الطريقه اللي تنصوروا بها عاده، تكون الصوره واضحه والصوت، ولكن ما عرفتش تبعينا كيفاش هذا المشكل. لان كما قلت سمينا حنا كنتواجدوا بصحة مولاي الحمادي قلب النابض ديال مدينة تطوان بمناسبة السنوة مبير ذكرى المسيرة الخضراء. كما كتشوفوا هنا الساحة الأعلام الوطنية شوارع المدينة كذلك. طبعا أمامكم القصبة، بناية تاريخية قديمة هنا في تطوان المعروفة، إلى كذلك حي جبل درسا اللي هو أمامكم متبعين الآن في هذا الصور. هذه هي ساحة مولاي المهدي أو بلاصة بريمو أو خاصة كما كتشوفوا متتبعين. أحيانا للتذكير كنشوف إخوانتي كتبوا لنا أن غير واضحة الصورة والصوت، ممكن غادي نتأكدوا طبعا من هذا المشكل التقني خارج الإرادة ديالنا، لكن عادة تيكون علاقته بالصبيب، يعني إذا كان الكونيكسيون عند الإخوان ضعاف شي شوية كتعطيهم هذا المشكل ديال الصوت والصورة على حسب الجيجا ديال كل واحد على العموم. لان هذه نفس الطريقه اللي كنصوروا بها دائما ما كتعطيناش هذا المشكل. نتمنوا يكون خارج على الاراده ديالنا، طبعا المشكل خارج الاراده ديالنا عفوا، ويكونش عندنا بالضبط. نتمنى متابعينا اخرين اذا كان شي واحد كيشوف المشكل يكون معطي الضوء. جميله سي عبد الاله، اوكي تحياتي لك. لان تحياتي لكم متابعينا مدينه تطوان بالضبط ساحه مولاي المهدي قلب مدينه تطوان كما كتشوفوا معنا. هذه مساحه معروفة ساحة بي بلاصة بريمو الإسبانية طبعا، والخاصة كما يحلو للساكنة المحلية كما كدير بي. شنو كاين في تطوان؟ كاين هذا المباشر طبعا متبعينا لنقل وقائع الاحتفالات وتزيين المدينة بالأعلام المغربية بمناسبة ذكرى 6 نوفمبر مسيرة الخضراء لا أقل ولا أكثر متتبعينا. سي سعد واش الصورة كتبان لك حاليا واضحة بالصوت؟ إذن كما كتشوفوا معنا متابعينا حنا في ساحة مولاي المهدي، أمامكم القصبة على اليمين ثم مباشرة حي جبل درسة، وهذه ساحة مولاي المهدي.